انت فين؟ وده من امتى ده؟ بعمل زي ما بتعملي؟ انا في مشوار كده وبعد كده طالعه على ساره. ليه خير؟ حصل حاجه؟ لا تعبانه شويه، هعدي اشوفها. صوتك ماله؟ ماله؟ ده انا حتى كويسه. طيب انا بس حبيت اقولك ان انا جيت البيت بدري اهو وانت اللي مش موجوده. انا مش هتاخر. انت ايه، هتنزل تاني؟ مش عارف، يمكن. anyways انا هعدي عليها اطمن وهرجع على طول. يا ريت ارجع الاقيك. طيب اوكي. باي. هو في كده؟ يا عم انت فين؟ اهلا سيف، ازيك؟ عامل ايه؟ يا ابني بقول لك مختفي فين؟ هقول لك بس وطي صوت القرف اللي انت مشغله ده. يا مؤاخذة، انت بتقول على الجو ده قرف؟ اتفضل يا سيدي. سيف، انا حصلت معايا حاجة كويسة جدا. انا بشكر ربنا سبحانه وتعالى انه خلاني اقعد مع الناس دي. ناس مين؟ ناس بتحب ربنا بجد يا سيف، وانا عارف انك محتاج تقعد مع ناس زي دي، وعارف ان محسن هيكبر دماغه. انا مش فاهم حاجه يا ابني، انت بتقول ايه؟ هجيلك بكره. طيب اوكي، هستناك في الغواصه بعد الظهر. لا لا، انا مش هروح الغواصه، انا هجيلك المكتب. ماشي حبيبي، براحتك، هستناك. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. واد بني عليك جنن. علي الصوت بقى. سيف، سيف اصحى. في ايه اللي ايه؟ في ايه حضرتك؟ نسيت الفيلم بتاعك شغال ونمت. اعمل لك ايه بس، ما انا قاعد طول النهار لوحدي في البيت، زهقت. زهقت وانا كمان يا اخي زهقت منك. هدي من فضلك، انا مش عايز اتخانق. بعدين والله العظيم انا ماليش غيرك في الدنيا. انت بتشتغلني ولا بتشتغل نفسك؟ بطل بقى القرف اللي انت عايش فيه ده. طب ليه بتغلطي في الكلام؟ علشان مفيش حاجه بشوفها الا غلط. انت السبب. وبعدين انا والله ما خنتك، ولا يوم في حياتي خنتك. مجرد انك تتفرج على واحده وتعجبك وتتخيل نفسك معاها، بالنسبه لي دي خيانه. ده كلام ما يرضيش ربنا. ويرضي ربنا انك تتفرج على افلام بورنو وانت راجل متجوز؟ ايوه، ما انا راجل متجوز وانت مانعه نفسك عني. عايزاني اعمل ايه؟ دي ابسط حاجه اعملها. وانا قلتها لك قبل كده كتير، كنت بتبقى نايم معايا وبتخلص وبتقوم تتفرج على افلام. انت مريض يا سيف، يو هاف تو فيس ات، مريض. انا لو كنت بعمل كده وبتفرج ده عشان انا مش عايز اخونك. بعدين انت ممكن تساعديني، فكري ازاي تخليني ما اتفرجش على الافلام دي. وقلت لك قبل كده انت عايز واحده من الشارع تعمل اللي انت عايزه، وانا مش طريقتي دي، وانت عارف كده كويس. ده برضو كلام ما يرضيش ربنا. وانت ما حببتنيش في اي حاجه عايزها. انت بالنسبه لك الموضوع اداء واجب. انا كنت ببقى في حضنك وبتخلص وبتديني ظهرك وتنام. بلاش اتكلم، في كلام كتير ممكن يجرح. ومين السبب في ده؟ وبعدين يا هديل، انا عمري ما خنتك عشان بحبك. أقول لك على حاجة تعملها. سيبني، سيبني ودور على واحدة تانية تساعدك. مقدرش، انت لو سبتيني أموت، لأني بجد بحبك، والله العظيم بحبك. انت حبك جوايا زي الإدمان، مقدرش أبعد عنه. أنا حتى لو حاولت أخونك مش هعرف. أنا بحبك جدا. وأنا كمان بحبك. بحبك أوي أوي.
ايوه. الو، انت فين يا ايه؟ في الشغل. طب خلصي شغل وكلميني ضروري، عايزاكي. ليه، في ايه؟ ساره حامل. ايه ده بجد؟ مبروك، مش قلت لك ربنا هيرزقك يا بنتي؟ يا بنتي يا هبله، بقول لك ساره. طب ما انا بقول لك ايه؟ مين؟ يلا، ما انت هبله زي بقيتكم، جاتك نيل عليكي وعليهم. شله هبله. صراحة من يا نهار اسود. اهلا وسهلا، اتفضلي. شفتي؟ على فكرة أنا مش هكدب عليك، أنا ما كنتش ناوية أكلمك، وأكيد ما كنتش ناوية أجيلك، بس لما دخلت على السايت بتاعك وشفت اللي أنت عاملاه عرفت إنك شاطرة قوي. بس أنا لحد دلوقتي مش فاهمة حضرتك عايزة مني إيه. أنا شفت أدهم الصبح، وبصراحة أنا واثقة ومتأكدة إن أنا أقدر أساعده، وعلى فكرة أنا مش هاخد من حضرتك ولا مليم. ميرسي قوي، بس أنا ما ينفعش أقبل حاجة زي كده. لا ينفع، أنا فعلا مش هاخد ولا مليم، أنا بس عايزة أدهم يشوف الدنيا بشكل مختلف. هو في ناس لسه موجودة كده؟ ميرسي على ذوقك، بس هو أكيد في ناس تانية كده. والله أشك. anyway أنا لما شفتك ارتحت لك، علشان كده هحكي لك حكاية أدهم. أدهم عنده 12 سنة، هو طفل طبيعي، كان بيشوف لحد قبل شهرين. كان في عيد ميلاد واحد صاحبه، والولاد بيلعبوا فاير ووركس، طار صاروخ ضرب في عينيه، صفى له عينيه الاتنين ودمر له الشبكية. بس هو يقدر يشوف؟ أيوة، بس هو مش فاهم كده، مش فاهم إنه ممكن تتعمل له عملية، وكمان العملية مش هتتعمل قبل 6 شهور، وللأسف نتيجتها كمان مش مضمونة. وطبعا هو يائس، ده باين عليه جدا. لا، والدكاترة من ساعة ما راح لهم المستشفى وهم بيضحكوا عليه ويقولوا له إنه ممكن يشوف مرة تانية على طول. وطبعا لما جه يشيل الشاش من فوق عينيه اتصدم صدمة عمره، فبقاش بيصدق حد، وحالته النفسية اتغيرت. أصل أدهم يا حبيبي كان طول عمره طفل هادي وجميل، بس دلوقتي هو مش مظبوط. حضرتك عرفتي أنا أقدر أساعده إزاي؟ تفتكري تقدري؟ هقدر. أوكي، أنا موافقة، بس أنا لازم أقدم لك أي حاجة. أنا مش عايزة أي حاجة. على فكرة أنا اسمي يسرى فريد، وعندي وكالة إعلانات اسمها برو. أنا بسمع عن الاسم ده طبعًا. طيب إحنا نقدر نبتدي من إمتى؟ والله من بكرة لو حبيتي. هاي، يبقى اتفقنا. اتفقنا. احنا كده بقى متفقين مبدئيا على مضمون المجلة. ممكن بقى كل واحدة فيكم تقولي فهمت ايه ودورها ايه؟ انا همسك اسم التحقيقات والقضايا، وهتكلم على الجانب النفسي للراجل، كل المشاكل اللي بتحصل له واللي بتحصل طبعا بسببه طول الوقت. وانا مبدئيا طبعت المجلة، وهعمل فلتريشن للايميل اللي هتجيلنا، وهعيد صياغتها عشان نقدر ننشرها. الفكرة دي عجباني قوي.